في شأن الأمني، دائما أشرف اليوم العقيد رشيد العطاوي مدير الحماية المدنية لولاية الجزائر العاصمة على حفل ترقية وتقليد رتب لأعوان الحماية المدنية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 58 لعيدي الاستقلال والشباب. وقد حضر الحفل الذي ترأسه العقيد العطاوي رشيد نيابة عن المدير العام للحماية المدنية إطارات الحماية المدنية لولاية الجزائر العاصمة. التغطية لمحمد العروسي. إن ترقيتكم إنما تنم عن مواظبتكم المستمرة ووفائكم المخلص لمبادئ مهنتنا النبيلة التي نتشرف بالانتماء إليها، وهو إداك إقرار لمسيرتكم المهنية الحافلة بالتجارب وبالخبرات.